أهلا بكم. مشاهد صادمة توثق جفاف مساحات شاسعة من نهري دجلة والفرات في مدن جنوبي العراق، حتى بات القاع ظاهرا ويرى بالعين المجردة في محافظتي ذي قار وميسان. أما في بغداد فظهرت مساحات من قاع نهر دجلة نتيجة انخفاض منسوب المياه إلى حد غير مسبوق، ما دفع المواطنين لممارسة لعبة كرة القدم فيه بغية تسليط الضوء على حجم الكارثة وكذلك فضح التجاهل الحكومي لها، وذلك ما نشرته منصات محلية في وقت سابق في نهر دجلة ما بين منطقتي العظمية والكاظمية ببغداد. ألا تحرك هذه المشاهد المؤلمة والمؤرقة والخطيرة التي تدل على الجفاف الخطير، ألا تحرك مشاعر الحكومات في العراق؟ من عام 2003 إلى الآن أين هي إجراءات الحكومة لمواجهة كارثة جفاف الأنهر وانخفاض مناسيب المياه المتواصل منذ سنوات؟ لماذا منذ احتلال العراق لم تنشئ أي حكومة سدا مائيا واحدا لخزن مياه الأمطار وإطلاقها في فترات الجفاف أو ارتفاع درجات الحرارة؟ لماذا دائما تتحجج هذه الحكومات ووزارة الموارد المائية بقطع دول المنبع للإمدادات المائية عن العراق، مع أن لديها أموالا مليارية، أموال النفط، أموال الشعب العراقي، ولكن دون أن تخطو خطوة واحدة نحو بناء سد واحد؟ أم أن المال، أموال العراقيين، تذهب إلى حيتان الفساد الحكومي ليستمر نهب خيرات البلاد ويدق ناقوس الخطر الجفاف على أبواب العراق؟ سيكون معي في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، ضيفي في الاستوديو. مرحبا بك أستاذ مصطفى. حياكم الله، أهلا بكم وبمشاهديكم الكرام وبضيفكم الكريم. حياك أستاذ مصطفى. وأرحب بالدكتور نظير الأنصاري الأكاديمي والمتخصص في شؤون المياه، ضيفي عبر سكايب. أستاذ نظير مرحبا بك. أهلا وسهلا أخي، تحية إلى ضيفك الكريم. حياك أستاذ نظير. مشاهدينا الكرام نتابع سويا هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. بعد أن كان العراق من أغنى بلدان المنطقة بالمياه لمرور نهري دجلة والفرات في أراضيه، فضلاً عن الروافد والبحيرات والأهوار وما توفره الأمطار من مياه، جعلت منه بلداً متنوع الإنتاج في جميع المجالات ولا سيما الزراعية والحيوانية، إلا أنه بدأ يفقد ذلك الكنز بعد الاحتلال الأمريكي الإيراني في عام 2003 بخطط مدروسة لإضعافه والسيطرة عليه. التصحر بات يجتاح نحو 50% من الأراضي العراقية، وتهدد زيادة ملوحة التربة الجانب الزراعي في 54% من الأراضي المزروعة بحسب إحصائيات حكومية، في حين وصف خبراء متخصصون الوضع المائي في البلاد بالكارثي بسبب تراجع مناسيب نهري دجلة والفرات، في حين تتبع إيران سياسات مائية مجحفة حولت من خلالها مجاري بعض الأنهار إلى الداخل الإيراني بدلاً من مصبها الطبيعي داخل الأراضي العراقية، وسط صمت الحكومة الحالية المتعمد عن الانتهاكات الإيرانية الصارخة التي تهدد الثروة المائية والأمن الغذائي للبلاد. خبراء في شؤون المياه أكدوا أن العراق لا يملك حتى الآن استراتيجية للمياه الجوفية لمنع استنزافها أو استثمار مياه الأنهار والأمطار وإقامة السدود، فالجفاف عم الأنهار والروافد والأهوار والبحيرات، كما هي حال بحيرة ساوة بمحافظة المثنى التي أصبحت أثراً بعد عين، في حين فقد سكان ناحية الإمام بمحافظة بابل الأمل بإحداث أي تغيير في وضعهم المعيشي مع غزو الجفاف أرضهم وعدم تأمين الدولة مياه الشرب. هذا وأقرت وزارة البيئة في العراق بتصريف أكثر من 6 ملايين متر مكعب من مياه الصرف الصحي باتجاه نهري دجلة والفرات، وهو ينذر بكارثة بيئية تهدد صحة المواطنين وسلامتهم، مؤكدة أن العراق يعاني من جراء عدم وجود مشاريع لمعالجة الصرف الصحي.
إهمال الحكومات المتعاقبة ملف المياه والجفاف الذي يزحف بسرعة باتجاه المدن والأرياف ينذر بكارثة جعلت العراق يعاني أزمة مياه شديدة بلغت مستويات قياسية، حولته من بلد الفائض المائي إلى بلد العوز والفقر المائي، إذ اضطر كثير من السكان للنزوح من مناطقهم فضلاً عن انشغال السلطات والميليشيات المتنفذة بمصالحها الحزبية وتحقيق مكاسبها الشخصية على حساب مصلحة العراق والعراقيين. أبدأ معك أستاذ مصطفى كامل، ناقوس الخطر يدق في العراق، العراق من الفائض المائي إلى العوز والفقر المائي. وزارة الموارد المائية عندما تتحدث أن هذه السنة هي من أقسى وأصعب السنوات التي تمر على العراق منذ عام 1930، الجفاف يهدد العراق وشعب العراق، ما هي الأسباب الداخلية والخارجية لأزمة المياه؟ الحقيقة موضوع الجفاف في العراق ليس موضوع مفاجئ ولا مستحدث، نحن منذ عشرات السنين نقرأ ونسمع أن الحرب القادمة أو الحروب القادمة في منطقة الشرق الأوسط هي حروب المياه. بقدر تعلق الأمر بأقطارنا العربية، الحقيقة نجد أن كل منابع الأنهار الرئيسية في الوطن العربي تقع خارج الجغرافيا الوطن العربي، لذلك هذا بحد ذاته يشكل عامل تهديد للأمن القومي العربي بشكل عام. موضوع الصراعات على المياه يعني تعد من أبرز الصراعات التي تدور في ميدان العلاقات الدولية في عالم اليوم. هناك غالبا ما تستخدم هذه يعني الدول المنبع بالذات تستخدم موضوع المياه جزء من أسباب أو من عوامل إدارة العلاقات الدولية، سواء علاقات كانت إيجابية أو علاقات سلبية لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية واقتصادية على حساب الجهات الأخرى. طبعا في العراق هناك عوامل وأسباب عديدة ساهمت في هذا الموضوع، موضوع أزمة المياه الكارثية المحدقة في العراق، في بلد كان يسمى حينها في السابق يعني كان يسمى بلد المياه، الآن كما تفضلتم أصبح بلد العوز والفقر المائي. بعض هذه الأسباب خارجية عامة وبعضها خارجية خاصة متعلقة بالعراق وبعضها أسباب داخلية. طبعا وجود الدكتور نظير الأنصاري في هذه الحلقة لن يتيح لي كثيرا الإسهاب في هذا المجال لأنه هو المتخصص الأهم في هذا المحور، ولكن أنا أريد أن يعني أشير إشارات سريعة إلى بعض الأسباب الخارجية العامة مثل ظواهر التغير المناخي، الاحتباس الحراري، الارتفاع العالي في درجات الحرارة في عموم الكرة الأرضية، انخفاض مستوى المياه، مستوى الأمطار، تزايد الحاجة إلى المياه، الحاجة العالمية إلى المياه بسبب يعني مجالات الاستخدام في مجالات الزراعة، الصناعة، النمو الكبير للسكان، طبيعة الحياة الجديدة خلال العقد أو العقدين الأخيرين الذي يعني يمر بهما العالم. هذه أبرز أسباب والظروف والعوامل الخارجية العامة، لكن هناك عوامل خارجية متعلقة بالعراق وهي فيما يتعلق ببلدان المنبع. هناك قضيتين أساسيتين، أولا إيران أغلقت كل المنافذ وكل الأنهار والمنابع التي كانت تغذي نهر دجلة وتغذي مياه الأهوار والمسطحات الأهوار وتغذي شط العرب بالمياه. تركيا خفضت كثيرا معدلات إطلاق المياه لنهري دجلة والفرات، وأيضا هناك موضوع السدود في سوريا والأحداث القائمة في سوريا، كل هذا يعني يؤدي إلى انخفاض كبير في نسبة المياه أو خزين المياه في العراق. هناك عوامل داخلية
وأنا أختم بهذا، هناك عوامل داخلية ربما تكون في تأثيراتها في بعض الأحيان مساوية للعوامل الخارجية، سواء منها العامة أو المتعلقة بالعراق تحديدا، وهناك عوامل داخلية يعني أو تزيد عن هذه العوامل الداخلية ربما تزيد في تأثيراتها، مثل ارتفاع عدد السكان، سوء إدارة ملف المياه، موضوع الهدر في الاستخدامات المنزلية والزراعية، استخدام الطرق القديمة في الري وعدم استخدام الوسائل الحديثة سواء بالقنوات المبطنة أو بالرش أو بالتنقيط أو إلى آخره، مما يؤدي إلى تسرب كميات كبيرة من المياه، غياب القوانين الرادعة أيضا في هذا الخصوص للمتجاوزين على الحصص المائية، كل هذا يعني أدى إلى نشوب هذه الأزمة الكارثية التي يعيشها العراق منذ سنوات. أستاذ مصطفى، الكثير يعني يرجع بعض مثل ما تفضلتم بعض الأسباب الخارجية إلى أنه لم يعد هناك خشية من حكومات العراق، بحيث أنه وجودها أو عدم وجودها نفس الشيء، لأنه عندما تقوم إيران بقطع الأنهر بشكل علني لا يوجد من رادع ولا محاسب، هذا ما يراه الكثير من المحللين السياسيين وهم يتطابقون مع وجهة نظركم. اسمح لي أنتقل للأستاذ نظير الأنصاري المتخصص في شؤون الموارد المائية. دكتور، يعني أزمة المياه، يا ترى هل هي أزمة جاءت أو حدثت بعد احتلال العراق، أم أنها كانت موجودة قبل احتلال العراق؟ يعني الأمم المتحدة وندواتها ومؤتمراتها كانت دائما تتحدث عن أزمة المياه، أزمة الجفاف القادمة، زحف الكثبان الرملية، ذوبان القطب الجنوبي والقطب الشمالي نتيجة ارتفاع درجة حرارة الكوكب، هذه كلها نقاشات داخل قمم الأمم المتحدة، أي أن هذه المشكلة ليست آنية، وإنما من عام 1980 يتم عقد المؤتمرات في الأمم المتحدة تحت سقفها وتتناول هذه المواضيع. ما الذي استجد في العراق حتى يكون العراق هكذا مهدد بشكل كامل والشباب يلعبون كرة قدم في نهر دجلة؟ نعم، شكرا. بالحقيقة هذا الموضوع مثل ما تفضلت هو قديم، يعني قبل 2003، وهذا بدأ من بدأت تركيا بتنفيذ مشروع الجاب اللي هو جنوب شرق الأناضول، اللي المرحلة الأولى منها تحوي على 22 سد وتسع محطات لتوليد الطاقة الكهربائية. طبعا هذا المشروع له أهداف مختلفة وإحنا تكلمنا عنها سابقا، واحد من الأهداف هو أنه يوفرون طاقة بحدود 40% من الطاقة المستهلكة في تركيا، لهذه تجعلهم يستغنون عن استيراد 28 مليون طن من النفط، لأنه تركيا هي الدولة الوحيدة في حوضي دجلة والفرات اللي ما عندها مصدر للطاقة. الشيء الآخر هم يحاولون أنه يقايضون دول الجوار اللي تمتلك النفط والغاز بالمياه، وهذا جربوه سنة 87 مع سوريا، وأجبروا سوريا على الاعتراف ب أن لواء الإسكندرونة تابع إلى تركيا، وسلموهم وجلان وغلقوا كل معسكرات تدريب القوى المناهضة للحكومة التركية، فهذا يعتبروه كسلاح، وهذا يعني مو شيء جديد، وأنا سبق على قناتكم الكريمة تكلمنا حول هذا الموضوع وقلنا أنه من فتحة وسادة أتاتورك كان هناك رئيس الوزراء التركي إلى خطاب مشهور وقال مثل ما احنا مالنا حق قطرة نفط من نفط العراق، العراق ماله حق بقطرة ماء من مياه دجلة والفرات. هاي وجهة النظر التركية. بالنسبة لإيران، إيران أيضا تعاني من شح المياه، وتصرفاتها طبعا هذه هي استغلال لضعف الدولة. بوقتها كانت حرب الخليج هي على أساس مشكلة المياه على شط العرب اللي صارت على أثر هذه الحرب، وهناك اتفاقية ملحقة تنظم هذه الأمور المائية بين العراق وإيران، لكن مع الأسف الحكومة الإيرانية ما نفذت هذه الاتفاقية. طبعا
بالنسبة للحكومتين التركية والإيرانية، بيستغلون انشغال الحكومة العراقية بأشياء ثانوية وتركهم أو اعتبار الملف المائي شيء ثانوي، لأنه هم هذه الكتل السياسية هو تركيز نفوذها في الحكم بالدرجة الأولى، فملف المياه يعتبروه ملف ثانوي جدا. فاستغلت هذه الحكومات هذه النقطة وبدأت تنفذ مشاريعها بكل سهولة وأريحية، لأنه ماكو أي معارضة في هذا الاتجاه. هذه المسألة طبعا ازدادت بعد 2003، يعني العراق سابقا القوة العسكرية اللي كان يملكها كانت رادع لهذه الدول، حاليا لا، ماكو هذا الرادع ولا اكو تصور من الحكومة العراقية تجاه هذا الملف، فاستغلت هذه الدول هذه النقطة وبدأت تنفذ الأشياء اللي تريدها. هذا هو الواقع اللي بده يصير مع أهلا وسهلا الأسف. نظير. أستاذ مصطفى، كيف تعاطت الحكومات المتعاقبة بعد العام 2003 مع ملف يعني المياه، الدول المتشاركة، الدول المنبع؟ هل كان هناك يعني اتفاقات؟ هل كان هناك حماسة من قبل هذه الحكومات لعقد هذه الاتفاقات الدولية الإقليمية، أم أنها كانت تعتبره شيئا ثانويا أو غير مهم؟ يعني إدارة ملف المياه من قبل الأنظمة غير الشرعية التي أوجدها الاحتلال في العراق بعد غزوه سنة 2003 لا تختلف عن إدارة باقي الملفات الاستراتيجية التي يعاني منها العراق أو يواجهها. يعني هذا البلد أصبح ميدانا لصراعات خارجية ولتنافس ميليشيات داخلية، وهذه السياسات الحقيقة أدت إلى تبديد الموارد وتبديد الثروات العراقية وتبديد الطاقات العراقية وتعميق المشكلات والأزمات في كل المجالات. أيضا هذه السياسة يعني العشوائية أو الحقيقة المنظمة وليست عشوائية، عذرا، هذه السياسة أدت إلى تضاؤل فرص الحلول وتضاؤل المعالجات، كل ذلك كان عن قصد وتخطيط وضمن مشروع أكبر الحقيقة يراد به تدمير العراق وتحطيم شعبه، جعل العراق بلد غير قابل للحياة، وتنفيذ مشروع التغيير السكاني المتواصل في العراق بشكل مستمر منذ 20 سنة. الحقيقة البلدان التي يعني تعاني من أزمات في موضوع المياه لكنها أيضا تتمتع بأوضاع أمنية وسياسية مستقرة وتتبنى استراتيجيات علمية ومنطقية في التعامل مع الأزمات، قللت إلى حد كبير من تأثيرات العوامل الخارجية التي تحدثنا عنها من أمثال الاحتباس الحراري، قلة الأمطار والتغيرات المناخية الأخرى، لأنها وفرت خيارات وبدائل مثمرة في الحقيقة لمواجهة أزمة نقص المياه لديها من خلال معالجات عديدة. وهذا الأمر طبعا لا وجود له في العراق، وهو الحقيقة هذا السلوك لا ينسجم مع حجم يعني سلوك الأنظمة التي فرضها الاحتلال في العراق، لا ينسجم مع حجم المخاطر والتحديات القائمة في هذا البلد أو المنتظرة في هذا الملف، وهو ملف حيوي وأساسي يتعلق بحياة الإنسان بالدرجة الأساس. العراق حتى في زمن الحرب مع إيران وحتى في مرحلة الحصار عندما تراجعت إمكانياته المادية وإمكانياته السياسية، كانت لديه سياسة مائية خارجية محكمة ووطنية، ومعيارها الأساسي هو مصلحة العراق. أنا ربما أختلف مع الدكتور نظير الأنصاري الذي تحدث عن القوة العسكرية للعراق كعامل ردع للدول الأخرى، الحقيقة ليس هذا باعتقادي كان هو الأساس في تنظيم السياسة المائية تجاه يعني في التعامل مع الدول الأخرى سواء إيران أو تركيا، وإنما طبيعة السياسة الوطنية العراقية التي حيث كان المفاوض الوطني العراقي
يعمل على جلب أكبر المصالح والمكاسب لشعبه. وكان العراق يواصل التفاوض مع تركيا وسوريا بالذات في خصوص مياه الفرات ومياه دجلة خلال السنوات الماضية. كان هناك قسم متخصص في وزارة الخارجية العراقية لإدارة ملف المياه. كان العراق أستاذ مصطفى، عذرا المقاطعة، العراق بلد غني بالثروات، غني بالنفط، غني بالمعادن، غني بكل شيء، وهذا ما جعل الدول تطمع بثروات العراق. وحتى ما تحدث به الأستاذ نظير أن ربما والكثير يرى ذلك، أن الدول عندما تمتلك السلاح تمتلك القوة الاقتصادية والقوة العسكرية يكون لها كلمة ويحسب لها ألف حساب. أنا أعتقد أن القدرة المفاوض العراقي والأداء الدبلوماسي والسياسي للمسؤول العراقي المعني بملف المياه، طبعا هو ليس مسؤولا واحدا وإنما كل الجهات المعنية، أنا أعتقد هو الأساس كان في تثبيت مصالح العراق وتحقيق مكاسب له في موضوع الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات. وكما قلت كان هناك قسم متخصص في وزارة الخارجية لهذا الغرض. هذا على المستوى الخارجي. على المستوى الداخلي أيضا كانت هناك سياسة مائية محكمة ورصينة إلى حد كبير، حتى مع تراجع الواردات وضعف الحالة الاقتصادية بسبب الحصار في عقد التسعينيات كان هناك إنشاء لسدود جديدة في العراق مثل سد العظيم. وحضرتك أشرت إلى أن السلطات المتعاقبة بعد غزو العراق رغم توفر الإمكانيات المالية الهائلة جدا هناك بزل لم تبني سدا حتى لا سدا ترابيا. حفر سنة 93 بزل ما بين دجلة والفرات. نعم سأشير إلى هذا. وأيضا قبل سد العظيم كانت في خلال مرحلة الحرب مع إيران كانت هناك عدة سدود أنشئت، مثل في حينها سمي سد صدام، سد الموصل الآن، سد القادسية الذي الآن يسمى سد حديثة. أيضا كان هناك مشاريع لإنشاء سدود جديدة مثل سد بخمن، وكانت هناك مشاريع للبزل والاستصلاح، ومشروع مثل مشروع النهر الثالث الذي كان يخلص الأملاح، الأراضي الزراعية من الأملاح. كان أيضا هناك مشروع لإنشاء أنهر فرعية وخصوصا في جنوب العراق لإرواء المساحات الغربية في الصحراء الغربية الجنوبية الغربية من العراق مثل مشروع نهر العز وغيره. كل هذا كان لتغذية مساحات جغرافية غير مروية في السابق وهكذا. هذه السياسة التي كانت متبعة داخليا وخارجيا كانت سياسة محكمة ورصينة ووطنية تضع مصالح العراق الوطنية العليا في أول القائمة وفي آخرها عندما تتفاوض مع الجهات الأخرى. الآن طبعا الحالة مختلفة تماما. كل سلطات الاحتلال المتعاقبة لم تضع لا خطة خمسية خلال 20 سنة الماضية، لم تضع خطة خمسية ولا خطة عشرية ولا حتى خطة يومية أصلا لتجاوز الأزمة، لأنها تأتي إلى المنصب وفق نظام الحصول على مغانم والحصول على مكاسب، وهذه المغانم مادية أو حزبية أو فئوية. وهذا كان أحد أسباب اندلاع ثورة تشرين أو طائفية. وطبعا الإدارة الفاشلة الحقيقة بامتياز لملف المياه كما في إدارات كما في ملفات أخرى. هناك إدارة فاشلة في الزراعة، في الاقتصاد، في التجارة، في النفط، في الإسكان إلى آخره. وذلك لأن المسؤول يأتي ليس بمعايير وطنية وإنما بمعايير المحاصصة الطائفية والحزبية والعرقية وبغية ليس خدمة الوطن ولا خدمة الشعب وإنما الحصول على مكاسب شخصية وانتفاع الجهات التي رشحته للمنصب. نعم أستاذ مصطفى. دكتور نظير الأنصاري، هل يمكن معالجة أزمة نقص المياه طالما كانت هناك سدود في دول المنبع؟ الحكومات المتعاقبة مثل ما تفضلتم ذكرتم أنها لم تعتبر ملف المياه ملفا مهما له الأولوية، بل اعتبرته ملفا ثانويا. ولكن دعنا لا نتحدث عن أموال العراق، أموال النفط وأموال الشعب العراقي التي نهبت والتي هربت من عام 2003 إلى الآن لنغض الطرف عنها، ولكن هنا عندما تكون هناك سدود في دول المنبع، هل يمكن معالجة أزمة نقص المياه في هذه الحالة داخل العراق؟
شكرا على هذا السؤال، وهذا السؤال يعني صار لنا 15 سنة نتحدث عن الأجوبة لهذا السؤال، في سواء في مؤتمرات وطنية أو عالمية أو من خلال البحوث اللي نشرتها، بس لا بأس نكرر الجواب على هذا السؤال عسى ولعل المسؤولين يعتمدون هذه الأمور. أولا المفروض احنا عندنا بالنسبة لملف المياه، هذا ملف يخص أمن ومستقبل البلد، المفروض عندنا خطة طويلة الأمد على الأقل لمدة 30 سنة، وهذه الخطة يجب أن تنفذ بغض النظر عن من هو الوزير اللي يستلم وزارة الموارد المائية أو الكتلة الحاكمة في البلد. هاي أولا. ثانيا هذه الخطة بغض النظر عن التفاوض مع تركيا وإيران شيء، والإدارة داخل العراق لملف الموارد المائية شيء آخر. على الصعيد الداخلي إذا تكلمنا، أولا الاستراتيجية يجب أن تتعامل مع الواقع الحالي والتوقعات المستقبلية، يعني معناها أول شيء أنه طرق الري القائمة حاليا فواقدها المائية عالية مثل ما تفضل الأستاذ مصطفى، فيجب أن نغيرها إلى طرق ري أقل فواقدها المائية، يعني البساتين يجب أن كلها تروى بالري بالتنقيط، بعدين نستعمل الري بالرشخ، فهاي بالنسبة لطرق الري. شبكات توزيع المياه كلها غير مبطنة وغير مغطاة، علما بأنه إذا نشوف تركيا اللي هي جارتنا واللي مناخها أقل قسوة من عندنا، نلاحظ أنه 80% من شبكات توزيع المياه عندهم مبطنة ومغطاة، فإحنا طيب دكتور، موضوع المبطنة والمغطاة فقط لكي يعني تصل المعلومة أكثر للمشاهدين الكرام، المبطنة هي التي تكون يعني من الأسفل نعم التربة مغطاة بالإسمنت كي لا ينزل حتى الماء إلى تدخل أسفل تحت مياه. ويتحول إلى مياه جوفية، نعم المغطاة لكي لا يتبخر. بالضبط بالضبط. الشيء الآخر، إحنا ما يصير اعتمادنا يكون 100% على مياه نهري دجلة والفرات، فلازم ندور على مصادر غير تقليدية، واحنا تكلمنا عن هذه المصادر، واحدة منها الحصاد المائي لمياه الأمطار، وهذا أجرينا أيضا العديد من البحوث في هذا المجال، وأثبتنا أنه من الممكن أن نجمع ملايين الأمتار المكعبة من مياه الأمطار اللي ممكن أن نستغلها للأغراض المختلفة. حتى في بعض السنين للعلم وجدنا أنه من الممكن أن تكون كمية مياه الأمطار أكثر من الحاجة، واقترحنا في وقتها أنه هذه الكميات الزائدة بدل ما تتبخر نضخها إلى خزانات المياه الجوفية ونستخدمها في المواسم الشحيحة المياه. المصدر الآخر الثاني اللي ممكن أن نستخدمه هو تنقية المياه العادمة وإعادة استخدامها للأغراض الزراعية، ودائما أنا أجيب مثال، هاي الأردن جارتنا ده تستعمل هذا النظام بكل فعالية، وكذلك مصر. الشيء الآخر لازم يكون عندنا خطة زراعية محكمة مبنية على أسس علمية. شنو هذه الخطة؟ هذه الخطة المفروض أنه النباتات اللي تستهلك مياه بصورة كبيرة يجب أن نقلص مساحات زرع مثل هذه النباتات، واستيرادها هو توفير لكميات كبيرة من المياه. مثل الرز يعني؟ مثل الرز، يعني احنا ما يصير 100% نمنع زراعة الرز، لكن نحدد مساحات معينة بحدود المعقول ونستورد الرز، وهذا راح يوفر لنا كميات هائلة من المياه للعلم، وهي نسميها المياه، نظرية المياه الافتراضية، واحنا قبل شهر تقريبا نشرنا بحث حول هذا الموضوع في احدى المجلات العالمية. الشيء الآخر برنامج للتوعية الجماهيرية، يعني احنا مع الأسف من يصير أي مشكلة في العراق المسؤول عن تلك المشكلة أو الدائرة المسؤولة عن هذه المشكلة يطلعون يبررون بأشياء غير حقيقية عن هذه المشكلة، فلذلك المواطن يكون تائه وما يعرف. فمشكلة المياه المفروض أكو برامج توعية بالنسبة للمواطن العادي، شلون يقتصد باستهلاك المياه، بالنسبة للفلاح شلون يقتصد باستهلاك المياه، وهكذا.
فاحنا نفتقر الى هذا البرنامج. الشيء الاخر ايضا المفروض عندنا برنامج لتطوير الكوادر البشريه. احنا ما عندنا هيك برنامج اطلاقا، يعني التقنيات الحديثه معظم المهندسين ما لهم علم بها، ولا حتى الفلاحين لهم علم بها. وانطيك مثال، يعني تجربه الامم المتحده ذكرتها عن سوريا قبل هذه احداث سوريا، حاولت سوريا انه تحول نظام الري الى الانظمه الحديثه، بس ما علمت لا الفلاحين ولا المهندسين. النتيجه كان اخفاق بحدود 80% من الانتاج الزراعي، وهدر كميات هائله من الثروه الحيوانيه. فتقرير الامم المتحده يقول الاف من الفلاحين السوريين انضموا الى منظمات ارهابيه مو ايمانا منهم بها، وانما لكسب العيش. فاحنا المفروض نتعظ من هذه التجارب. هل يسمح للعراق استاذ نظير يعني ان تطبق فيه تجارب دول؟ يعني مساحه الارض المزروعه او المزروعه تقلصت مثل ما تفضلتم 80%، هذا يعني ان الحاصل او المحصول الزراعي ايضا تقلص بنسبه 80% بالاستعاضه. صحيح. هذا الامر واضح. طيب هناك بعض التجارب للدول، يعني تجارب قديمة ليست بجديدة، يعني عندما قامت الهند بتغطية جداول المياه بخلايا الطاقة الشمسية هي حافظت على الماء من التبخر، وأيضا استفادت من المساحة الضائعة من أجل توفير الطاقة. هذا في الهند. في الدول كثيرة استخدم يعني طبقت تجارب حديثة للاستفادة من المياه. في العراق لدينا عقول أمثالكم، لدينا عقول كبيرة وضخمة وفخمة ويفتخر بها العراق. يعني هذه العقول موجودة يعني من قبل الاحتلال، ولكن هي الآن خارج العراق لأسباب معروفة. شاهدتم وسمعتم ربما الطائرات الأمريكية عندما قامت ب تطبيق آلية الاستمطار بحقن الغيوم عندما احتلت العراق، كان هناك يعني أتربة وعجاج، فقامت بحقن الغيوم من أجل أن تطبق أو تستحصل على عملية الاستمطار. يا ترى هذه العمليات، يعني هذه المشاريع لا يسمح بتطبيقها في العراق؟ هل الزراعة مستهدفة؟ هل الاقتصاد مستهدف من خلال استهداف العقول أولا؟ نعم، يعني جزء كبير هو مقصود، لأنه يعني لسببين رئيسيين. سبب واحد منهم أنه كثير من المسؤولين أصلا ما عندهم أي علم عن هذه المشكلة إطلاقا للعلم والاطلاع. وأبسط شيء، أنت لاحظ الوزراء اللي استلموا وزارة الموارد المائية من 2003 إلى الآن، معظم الوزراء عدا آخر وزيرين أصلا ما عندهم أي خبرة في مجال المياه، فلذلك تسببوا تراكمات من الأخطاء الكبيرة جدا في هذا المجال. هذا واحد. اثنين، أكو مجموعة من المسؤولين منتفعين من هذه الحالة للعلم وما يقبلون أنه تتبدل. السبب أنه نستورد إحنا أكثر من 16 مليار دولار سنويا من المواد من تركيا، ونفس الشيء من إيران، وهذه كلها دا يأخذون عليها كوميشن. تتصور مثل هؤلاء المسؤولين راح يفكرون في أنه الإنتاج الزراعي يطوروه بالعراق؟ لا، بالعكس، يحاولون أنه يكون أتعس وأتعس حتى يستفاد أكثر. طيب، هذه نقطة مهمة أستاذ نظير، فقط اسمح لي أنتقل بها إلى الأستاذ مصطفى كامل. البعض من التجار داخل العراق يتحدث أنه يستورد من دولة معينة جارة للعراق مضخات للمياه، مضخات يقوم باستخراج المياه الجوفية عن طريق هذه المضخات، هو التاجر يقوم بتوريدها إلى العراق. هل يسمح للعراق أن يبني سدودا، أن يصل إلى مرحلة الاكتفاء المائي في ظل وجود هكذا تجار داخل العراق منتفعين ومن ورائهم أحزاب سياسية أيضا منتفعة؟ يعني هذا سؤال سياسي أكثر مما هو سؤال يتعلق بموضوع الجفاف تحديدا. نعم. ولكن لأن الذي يحصل في العراق هو كله في الإطار السياسي، حتى القضايا الفنية المتخصصة أو التخصصية تتعلق بالسياسة،
أنا أقول لا يسمح للعراق بإنشاء سدود، لأن العراق أو عملية العمليات التي أشار إليها الدكتور الأنصاري فيما يتعلق بتبطين المجاري للأنهار أو الجداول أو تغطيتها أو الوسائل الحديثة في الرش والتنقيط وإلى آخره، لا يسمح، لأن العراق ما يزال بلد محتل خاضع لإملاءات الجهات التي تحتله، وهي أمريكا وإيران الآن بالدرجة الأولى، حتى إيران قبل أمريكا، وإن كانت أمريكا هي التي استجلبت إيران وسلمتها مقاليد الشؤون الأساسية في العراق، ولكن الموضوع هو يتعلق ب كما تفضلت الإرادة السياسية. لا توجد إرادة سياسية حقيقية في توفير هذه المستلزمات للعراق، ومنها بناء السدود، منها حصاد الأمطار، منها تغطية الجداول وتبطينها واستخدام الوسائل الحديثة في الرش. كل هذه يعني تندرج في الإطار الأوسع اللي هو إطار تدمير العراق. هذا مشروع الاحتلال مشروع تدميري في كل مناحي الحياة، فبالتأكيد عملية يعني عملية الأزمة المائية وسوء إدارة ملف المياه الذي تحدثنا عنه له أسبابه التي تفرض على العراق. نعم هناك أسباب سياسية تمنع، وطبعا لا يوجد شيء مكتوب في هذا الإطار، لأن العراق في الشكل العلني هو دولة مستقلة ذات سيادة، ولكن في حقيقة الأمر العراق دولة محتلة من إيران أولا وثانيا وثالثا، ثم يأتي الاحتلال الأمريكي، ولكن طبعا ويجري تنفيذ المخطط عبر نظام المحاصصة، ولكن هذا كله في إطار مشروع الاحتلال الأمريكي. أشبه ما يكون بمانع استخدام العقول في العراق، بمانع جلب العقول أو إرجاع العقول التي هاجرت إلى خارج العراق. الدكتور نظير تحدث عن مسألة أن الوزراء الذين تسلموا ملف وزارة أو حقيبة وزارة الموارد المائية كما تسمى الآن، وكانت سابقا تسمى وزارة الري، لم يكونوا متخصصين في هذا المشروع وهو في هذا العلم، وبالتالي هو نعم هناك مسعى سياسي لإبعاد الكفاءات الوطنية العراقية من مباشرة الأعمال الخاصة في كل يعني أقصد المتخصصة في كل المجالات، في مجال الزراعة، في مجال الري، في مجال الطاقة الكهربائية، في مجال النفط، في إلى آخره. ملف المياه في السابق وكل الملفات الأخرى من كان يديره؟ هل كانت تديره جهات أجنبية؟ لا، في السنوات الثلاثين التي سبقت احتلال العراق، هل كان الملف الزراعة أو ملف عقول الصناعة عراقية خالصة؟ كانت عقول عراقية خالصة. أين ذهبت هذه العقول العراقية؟ لماذا في يوم الاحتلال أصبحت هناك فجوة أو مرحلة قطيعة بين حالة العقول الوطنية العراقية التي بنت في مجالات عديدة وأبدعت وتقدمت، ثم حالة النكوص والتراجع والتردي الهائل الذي حصل بعد احتلال العراق؟ كأنما يوم 9 نيسان الأسود هو يوم فاصل بين حالتين من حالات يعني في تاريخ العراق. لذلك هو نعم هناك إرادة سياسية بالضد من يعني تقوية أو تحقيق المصالح العراقية في كل القطاعات، وهناك إرادة سياسية في عدم إيجاد الكفاءات والنخب العراقية، وهي كثيرة جدا في كل المجالات، وهي التي بنت العراق خلال العقود الطويلة من السابقة للغزو. نعم هناك قرار سياسي يمنع العراق المشكلة من ذلك. أستاذ مصطفى، مثلما ذكر الدكتور نظير الأنصاري أن الحكومات المتعاقبة تنظر إلى قضية المياه وأزمة المياه في العراق أنها قضية ثانوية، في حين أنها قضية رقم واحد في العراق. اسمح لي، وهذا طبعا له انعكاسات كبيرة. نعم. سنتحدث عن انعكاسات ملف الجفاف على العراق على المستوى الاقتصادي وأيضا المستوى الاجتماعي أستاذ مصطفى، ولكن اسمح لي والدكتور نظير الأنصاري ومشاهدينا الكرام أن نشاهد هذا التقرير الجرافيك عن الجفاف وأزمة المياه التي تهدد العراق.
يدخل يسبح 4 مرات باليوم شنو بطل يعني هذه. بالعودة إليكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نتحدث عن أزمة المياه والجفاف الذي يضرب العراق الآن. وبالعودة إليك أستاذ نظير الأنصاري، عندما يكون هناك تقارير دولية منها البنك الدولي الذي حذر من أزمة الجفاف القادمة في العراق، وأنه لابد أن يتجه العراق لاستخدام المياه الجوفية خلال المرحلة المقبلة، هناك تقارير أيضا دولية تحدثت وتقارير مهمة جدا تحدثت وحذرت من الخطر المحدق بنهري دجلة والفرات، وقالت إن هذين النهرين سوف لا يكونان موجودين في العام 2040. يا ترى عندما تتحدث تقارير البنك الدولي عن ضرورة استخدام العراق للخزين الميت في بحيرة الثرثار وغيرها، ماذا تعني هذه التقارير وكيف نفهم مضمونها؟ عزيزي، أول تقرير صدر عن الأمم المتحدة حول هذا الموضوع سنة 2010 في الحقيقة، اللي قال أنه إذا استمر الوضع كما هو عليه ونفذت دول الجوار المشاريع اللي عندها، ما راح توصل خطرة مياه إلى العراق من نهري دجلة والفرات وروافدهم. أما بالنسبة للبنك الدولي واقتراح الاعتماد على المياه الجوفية، فهذا علميا غير صحيح، لأنه إحنا عدنا دراسات كاملة وأجريناها بالثمانينات للعلم عن المياه الجوفية الموجودة في العراق، وأنا كنت سكرتير اللجنة بالحقيقة، وكان الأستاذ عبد الوهاب محمود رئيس اللجنة اللي كان وزير الري سابقا، وسوينا تقرير بوقتها عن كيفية الاستفادة من المياه الجوفية. المياه الجوفية مو هي جيب احفر بير واسحب كيفك، اكو اشياء علمية. اولا اذا احنا نسحب كميات مياه اكثر من الكميات المغذية لخزانات المياه الجوفية، يعني راح تنتهي هذه الخزانات. فلذلك الاعتماد الكلي او بصورة رئيسية على المياه الجوفية هو غير صحيح اطلاقا. واكو بحوث، مو بس بحوثنا بالحقيقه، بحوث حتى اجانب امريكان وغيرهم اجروها حول هذا الموضوع بالنسبه لاستخدام المياه الجوفيه في حوضي دجله والفرات، ويحذرون من هذا الشيء. يعني لازم استخدام المياه الجوفيه مبني على اسس، ما يصير مثل ما هسه حاليا اي واحد يريد يحفر بير ويطلع ايش قد ما يريد مي. المفروض معروف من اي خزان دا ياخذ مي وايش قد مسموح له حتى لا ياثر على خزين المياه الجوفيه، وبعكس هذا راح يؤدي الى كوارث. وواحد منهم انتم ذكرتوه، بحيره ساوه ليش جفت؟ لانه حفروا مئات الابار للمياه الجوفيه، وكل واحد يستخرج اي كميه يريدها، وهذا غير صحيح. اكو اسس علميه، وايضا حتى البعد بين بير وبير المفروض يكون محسوب، لانه اكو ما يسمى الراديوس اوف انفلونس، وبير ياثر على بير الى اخره. فهذه وبعض الفيديوهات طيب. ايضا شفناها دكتور على فيما يخص موضوع صلاحيه المياه الجوفيه لسقي المزروعات، كما هو معلوم انه في السابق قبل الاحتلال كان هناك وفرة في العراق بالمياه، الآن لا توجد هذه الوفرة، هناك شح، هناك قلة. طيب، ألا يمكن أن نقول أن نسبة تركيز الأملاح الآن في المياه الجوفية عالية جدا لا تصلح لسقي المزروعات؟ الخزانات الموجودة وسط وجنوب العراق القريبة إلى سطح الأرض كميات الأملاح الذائبة فيها عالية، لكن اكو خزانات ايضا في اعماق اكثر من هذا
المياه مالتها صالحة للشرب وللري، وأكو أيضا بعد أعمق منها أيضا غير صالحة، فهي تعتمد على طبيعة الخزان وطبيعة المياه الداخلة في هذا الخزان، وكمية هذه المياه ومواصفات خزان المياه الجوفية، يعني الترانسميسيفيتي والريتشارج إلى آخره. فإحنا ما يصير الحكي يكون عشوائي والقرارات غير مدروسة على أسس علمية، لأنه إذا سوينا هذا الشيء النتائج راح تكون سلبية دائما. وهذه أهمية العراق ومكانة العراق في عقوله وفهمه، ولا يمكن أن نثق بأي مصدر دولي حتى وإن كان يدعي أنه اختصاص. هذا العراق يعتمد على عقوله منذ زمن بعيد، ونحن الآن أمام شخصية نظير دكتور نظير. نعم، عقول مبدعة في كل المجالات ومقنعة وكلام علمي سليم. نتحدث أخيرا أستاذ مصطفى عن انعكاسات أزمة المياه على الواقع الاقتصادي والاجتماعي قبل يعني المحتر. هذا التراجع المخيف للمخزون المائي العراقي وللأنهر والمسطحات المائية حقيقة أدى إلى اتساع دائرة المخاوف في كل المجالات، وهي مخاوف حقيقية ومعقدة وشائكة وكثيرة، ولا تقتصر على قطاع معين دون قطاع آخر. هناك انعكاسات يعني أساسية وخطرة جدا لموضوع أزمة المياه، نقص الدخل للمواطنين المعنيين بسبب التراجع الحاد في الاكتفاء الذاتي وقلة الإنتاجية، وبالتالي ازدياد نسبة الفقر، نقص الغذاء بسبب قلة المياه وبسبب يعني قلة المساحات المزروعة سواء بالقمح أو بالشعير أو بالذرة أو بالمحاصيل الأخرى أو حتى بالأرز. أيضا يعني هناك خسائر كبيرة للعراق من أراضيه الصالحة للزراعة، يعني وزارة الزراعة العراقية في تقرير ربما نشرته في العام الماضي أو نشرته هذه السنة عن العام الماضي، كان أن العراق يقول أن العراق خسر نحو 2 مليون دونم من الغطاء النباتي خلال الأعوام العشرة الماضية. تأثيرات عديدة ومتنوعة على كل الأنشطة الاقتصادية، تأثيرات على الأحوال الاجتماعية في البلاد، تأثيرات مدمرة على البيئة مثل ازدياد العواصف الترابية، زحف موجات التصحر، ارتفاع نسب الملوحة في التربة وفي المياه الجوفية أو في المياه السطحية، حتى ارتفاع نسب تصريف الملوثات في الأنهر وفي المسطحات المائية. هناك تهديدات أمنية أيضا خطيرة، لأن الأمن الغذائي هو عامل أساسي في تحقيق الأمن على مستويات ومجالات أخرى. موضوع النزاعات العشائرية التي تنتشر كثيرا في جنوب العراق تحديدا بسبب المياه، وفي الفرات الأوسط وحتى في الوسط والغرب بسبب موضوع المياه، ولكن تتركز في الجنوب بشكل أكبر. نقص الثروة الحيوانية، نقص الثروة السمكية، عملية النزوح الداخلي الذي ارتفعت معدلاته بشكل كبير من جنوب العراق تحديدا إلى أنحاء أخرى من البلاد بحثا عن عمل أو دخل مادي ووسيلة للعيش. النزوح يخلف مشاكل وتبعات سلبية وضغوط كبيرة على المدن التي نزح إليها المواطنون، لأن هذه المدن غير مكتفية أصلا بالخدمات، فتضاف عليها أعباء جديدة صحية وخدمية وصناعية وتربوية وزراعية وحتى أمنية. هذه الأعباء موضوع زيادة الهجرة أيضا حتى إلى الخارج، لأن بسبب هذه الانعكاسات السابقة، انعكاسات سلبية على الصناعات التي تعتمد على المياه وتحتاج إلى كميات كبيرة منه، تدهور الطاقة الكهربائية المولدة بسبب من الطاقة الكهربائية يعني المولدة من الخزانات المائية، وغير ذلك من الانعكاسات الكثيرة المتنوعة. وكلمة أخيرة ربما أقولها إذا كان الوقت يسمح بثواني معدودة، لن تحل أزمة المياه
المياه في العراق إلا في إطار مشروع وطني حقيقي يعيد العراق إلى أهله وقراره إلى مواطنيه لكي يبدعوا ويحققوا إنجازات حقيقية للعراق كما حققوها على مدى عقود من العمل الوطني المنتج في سنوات سابقة حققوا فيها إبداعات كبيرة على كل الصعد. شكرا ضيفي في الأستوديو الأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، وشكرا جزيلا للأستاذ الدكتور نظير الأنصاري الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه ضيفي عبر سكايب. شكرا أستاذ نظير. أهلا وسهلا. في الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية في أمان الله.